عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيت نقدم لكم هاد جوج كيلات غزالين وزوينين وفنين، غادي يعجبوكم. حليوه اللوز اللي ما غنحتاجو فيها لا زبده لا بيض لا دقيق لا حتى شي حاجه، يكون عندك شويه اللوز تقدي به واحد البلاطو غزال اللي حمر لك وجهك مع ضيافك، اولا هكذا تكوني معروضه تديه معاك. كنتمنى تتابعي معايا المقادير وطريقه التحضير، وبسم الله على بركه الله. لي طحنتو هنا عندي جوج كيلو ديال اللوز، طحنتهم مع كيلو ديال السكر كلاسي اولا السنيده، كنطحنوهم هنا. غادي نعاود لهم الطحنه باش غنحصل على هذا الشكل، كنحصل على اللوز بحال هكذا اللي كيكون معلك. هنا ضفت ليه شويه ديال الزهر والمسكه الحره والزبده وخلطته مزيان حتى كيولي هكذا رطب. دابا غادي نوريكم الاضافات اللي غادي نضيف ليه. هنا غادي نحاول نخدم بدون عجينه، يعني غادي نخدم غير عقده اللوز على هذا الشكل الاولاني. انا غادي نخدمه بهذا المنشم، هذا ديال السيليكون كيعطينا واحد الشكل زوين. غنضيف ليه هذه النكهه ديال الفرامبواز اولا ديال الفخاز اللي عندكم، ولا ما عندكمش كتستعملوا هذا غير الملون الغذائي، كيكون هكا على شكل بودر، تديروا منه نقيطه هكذا غير شويه حيت كيعطي اللون بزاف هكذا، كديروا نقيطه وكتبقاو نتوما كتخلطوا، نتوما كتشوفوا اللون اللي بغيتو حتى لين على حسب اللون اللي بغيتو. ها نتوما كيف كتشوفوا انا درت غير شويه كيعطي اللون، يعني ديك النقيطه غادي نخلط بها هاد الكميه اللي عندي كلها ديال عجينه اللوز. غنضيف ليه شويه ديال الفرامبواز، هاد لاغوم ديال الفرامبواز اولا ديال الفخاز باش كنبدلو النكهات، يعني كل حلوه كنذوقوها في مذاق. هنا غادي نعجنو مزيان، غادي نخلط ندلكو حتى ينسجمو مزيان مع بعضياتهم ونحصل على واحد اللون يكون وردي. صافي هذا هو اللون اللي بغيت، هكذا يكون غير غوز ما يكونش حمر ناصح. دابا غادي نجمع هاد العجين ديال اللوز وغادي نحتفظ بها جانبا. من بعد ما كنصيبو كويرات على هاد الشكل اللي كيكونوا قياس واحد، كناخذ هاد المنشم غبرته شويه بالدقيق، كندير هاد الكره ديال اللوز. انا درت اللوز الاحمر باش يعطيني على شكل وريضه هكذا بالغوز هكذا، وكنقلبو هكا كنحصلوا على هاد الوريضه كتجي على هاد الشكل. غادي نكمل الكويرات اللي عندي كلهم غنمشي معهم على هاد الشكل. هنا ضروري ما دهنوا شويه داك المول باش الوريضه تاخد لا فورم ديالها. نزيد معكم كره باش تشوفوا الشكل مزيان. هنا ملي كنا تنضغطوا عليها نحاولوا نعاونوا بيدينا بجوج، تنديرو لها هكا وكتهز، يعني كتهز على هاد الشكل. غادي نبقى بحال ما هكذا حتى نكمل الكرات اللي عندي كاملين. خديت واحد الطاوة وكنبدا كنست فيها الحليوات، غادي ندخلهم من بعد الفران غير تشمعوا ياخذوا شويه يشدوا راسهم شويه وغادي نخرجهم. هنا كنت فرن دانسبت البريوات وشاطت ليا الورقه، كنخبيوها في المجمد من بعد كنعاودوا نخرجوها. كنديروها على هاد الشكل وكنبقاو كنقطعها هكذا مقوقه على هاد الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا، من بعد ما غادي نحلو غادي يجوني هكذا على شكل اشرطه طوالين بحال هكذا. غادي نحلهم وغادي نخدم بهم. بعد كنحصلوا على الورقه على هاد الشكل. الا ما عندكمش هكا الورقه اللي كتحتفظوا بها، انا هنا بغيت نقول لكم بان البقايا ممكن تستغلوهم. خذوا الورقه هكا صحيحه واحد الرابعه هكا وقطعوها بحال ما هكذا، انا غنوريكم كيفاش غنديروا ليها. خديت واحد الحبه ديال البيض هنا اللي غادي نطربها مزيان، غنطربها حتى تنسجم. بعد غادي ناخذ هكذا العقده اللي بيضه، غادي ناخذ منها حتى هي كويرات على هذا الشكل.
بحال هكذا. المهم نتوما الكبار حتى تحكموا فيه نتوما. غادي ناخذ من هاد الورقه على هاد الشكل هكذا بين يديا، غادي ندير هاد الكره هنا، غادي ندير الورقه على هكذا كلها غنخلفها. غادي نبدا نجيب هاد البيض وندور هاد البيض بحال اللي كيكولي لينا هاد الورقه على اللوز هكا، كندير وانا كنجمع، كندير هكذا وكنجمع، خصاتني الورقه تنزيد ودائما يدي في البيض، كندهن على هاد الشكل. هنا كندير واحد الحفيره هنا باش كتعطيني شكل ديال العشيش بحال هكذا صافي. وغادي نستفها في الطاوه. وغادي نمشي معها هكا حتى غادي نكمل دوك الحليوات اللي عندي كاملين. هكا جيب هكا شويه في يديا نحط كره، ودائما كنستعنوا بالبيض، البيض هو اللي تيلصق، حنا كنخدمو فيها هكذا بحال هاكول. هو هاد البيض اللي كنديرو، الا بانت لكم شي بلاصه هكذا عريانه ممكن تزيدو هكذا واحد السوينته بحال هكذا، مي كتحسو بها تجمعات لكم. كديرو لها واحد الحفيره من هنا، هذيك الحفيره من بعد غادي نعمروها وغادي نستف الطاوه. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كنستفوهم في الطاوه كيكونوا قطعوا رسوم هكا شويه، تنعاودوا ندغيسيوهم باليدين هكا وكنجمعوهم باش كيجي داك العشيش باين. ها نتوما كيف كتشوفوا صافي راهي كيقبض في هذاك البيض صافي، كتشد راسها. من بعد غادي ناخذ هكذا الزيت وغادي نبدا كندهنهم هكا بالزيت ولا بالزبده، كل واحد يدهن باش كيبغي. مين بغى نبغي ندخلهم الفران باش يتحمروا مزيان هكذا، كندهنوهم مزيان باش دوك الورقه تحمر مزيان. غادي نمشي معاهم بحال هكذا كلهم هكذا، اللي بغى يدهن بالزبده يدهن، اللي بغى يدهن بالزيت يدهن، كل واحد يدهن باش ما بغى. بعد ما خليت الحلوة تتجاولي باتوا ليلة كاملة هكا حتى نشفت لي الحلوة ولات على هاد الشكل، غادي ندخلهم الفران. هنا العشيشات هانتوما كيف ما كتشوفوا حتى هما ها هما نشفوا، غادي ندهنهم بالزبدة والزيت مرة تانية وغادي نخليهم يطيبوا هنا غير تشرب العافية واحد شوية نخرجوها. من بعد ما خرجت الحلوة هما كيف كتشوفوا خرجتهم من الفران غير تيشمو العافية شوية، يعني مكنخليهمش يتحنقوا حيت كيف ما كتعرفوا حلوة اللوز راها حساسة مكتبغيش بزاف ديال العافية. هنا خديت شوية ديال الناباج اللي سخنتو وغادي ندهنها، غندهنها واحد الدهينة خفيفة باش تعطيني اللمعة. غندهن هاد الحليوات كاملين راه شوية وغادي تشربهم باش نكملو ليها التزيين النهائي. هنا غادي ندهنها وغنعاود نردها للفران، الفران راه طفيتو، غادي نعاود نردها غير في ديك السخونيه باش هاد الناباج يلصق مزيان ما يبقاش تيتلصق لينا في يدينا. هنا من بعد ما دخلت هاد الوريدات غير في السهد ديال الفران خرجتهم دابا راه قبضت فيهم مزيان الناباج. غادي ناخذ هاد البريون اليمونتير كيكون هكا في الدوري وكيكون في الارجنتي، يعني نتوما تستعملوا اللي عندكم ولا ما عندكمش بلاش. كناخذ منه غير شويه وكنبدا كنضغطوا بحال هكذا من الفوق غير شويه في الغطاء ديال القرعه وكنبدا كنخوي هكذا غير شويه، راه صحي ما تخافوش منه. كنمشيو مع الوريدات كاملين
ديون غير كميه صغيره ما تكثرش منه، يعطينا غير داك اللمعان. هانتوما كيف كتشوفوا هذا الشكل اللي تنحصلوا عليه. بالنسبه لديك الحليوه اللي قلت لكم ديال العش، هذه اللي صيبناها بالبقايا ديال الورقه ديال البغيوات اولا ديال البسطيله، من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل، كتجي هكا كتجي محمره وزوينه. هذه غادي نكملوا لها حتى هي تزين، غندهنها كذلك ومثال بالنباج حتى هي باش تعطينا ديك اللمعه، ومن بعد غادي نزينها بالفواكه الجافه يعني اللي عندكم باش كنعمروا داك العشيش. هنا غادي ندهنهم كاملين وغادي نرجع معكم نكملوا التزيين. بعد ما دهنتهم كاملين هنا كناخذ شويه ديال الفواكه الجافه، لوز بيستاش كاجو اي حاجه عندكم، وغادي نبدا نعمر بها هاد الحفيرات بحال هكذا. كنحط حبه حبه وكنخلطوا ما بين الملح والحلو باش كيعطينا داك المذاق الزوين. ديون بيستاشا مهم تزيين كيبقى على حسب كل واحد وعلى حسب الموجود اللي عندكم في الدار، ممكن تزينوا به ماشي ضروري ديروا هاد التزيين اللي درت انا، مهم تتبقى عندكم نتوما الاختيار. غادي نمشي معاهم كاملين بحال هكذا، وكيف كتعرفوا الفواكه الجافه راها غنيه ومغذيه وما كنعطيوهاش اهتمام، فمن الاحسن ندخلوها هكا في وصفات اللي تاكلوهم نيت تنحطوهم للوليدات وتاكلوهم. انت تحط ليه الحلوه هكذا مزوقه وفيها الفواكه تيزعموا عليها كتكون مغذيه وتتنفعهم احسن من لي بيسكوي. الانسان يبقى ياخذ لي بيسكوي وياخذ ما فيهم فايده، الانسان يصيب هنا كونتيتي صغيره غير واحد اي شويه ويخليه ليهم وكل ما يصيب ليهم شويه جديد. ما ساليتهم كيف كتشوفوا دابا غادي نديرهم في الكويعطات ونديرهم في صحن التقديم اللي غادي نقدم فيه الحليوات. صافي هنا من بعد ما وجدت كلشي كناخذ الصحن اللي غنقدم فيه، انا غادي نقدمهم في هذا. كناخذوا هاد الكويعطات الصغار هاد الحجم الصغير وغادي نبدا ناخذ الحليوات ديالي وكنديرهم هنا وكنحطو في الطبسيل هكذا منهم المنظر ومنهم انهم كيجيو كيشهيو الصراحه غنيين، ومع ديك الورقه تتقرمش مع الفران كتولي كتعطي واحد القرمشه زوينه الصراحه ما تشبعوش منهم. وهاد الشكل هذا بالذات كيبغي يتكلا يتكلا جديد يعني يتصايب يتكلا في النهار وما يبقاش باش ديك الورقه ديال البسطيله ما تتلواش كتبقى هكا كروكونت وكتجي مقرمشه. ها كتسمع هكذا كتجي زوينه الصراحه، هاد الشكل كيجي رائع. بالنسبه للشكل الثاني حتى هو ها هو ساليتو، مي غادي نسالي هذا ان شاء الله غادي نقادو حتى هو. حتى هو كناخذو لي كيسيت هاد الكورطات الصغار وكنديرو فيهم الحليوات كناخذوهم بحال هكذا وكنديروهم باش منين كتهزا واخا الكلوكوز ولا هادي الانسان ما تبقاش يديه تتلصقو. هاد الحليوات راه تيجيو راقيين وفي المناسبات. بالنسبه لهادي ديال الوريضه اللون اللي بغيتو ممكن تستعملوه، انا تعجبني هاد اللون الغوز حتى في الماغون تجي زوينه اللون البني كتجي روعه مع داك البريون كتعطي واحد المنظر زوين. صافي كنتمنى هاد الشكيلات ديال اليوم يعجبوكم، غنبقى مره هكا نزل لكم حليوات بريستيج اللي كيتقدموا هكا في لي بوفي ديال المناسبات. هادو كيطلبوهم ليا الكليان بزاف يعني كيكونوا في لي كوموند كثار وما كياخذوش بزاف ديال اللوز، يعني نص كيلو ديال اللوز كتشكلوا فيه وكتنوعوا فيه كيف ما بغيتوا. وكان هذا هو الشكل النهائي للحليوات ديالي من بعد ما كملتهم،
وقد ديتهم في البلاطو ديالهم. ها نتوما كيف كتشوفوا كيعطيو منظر زوين وكميه كثيره اللي كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق، وما تبخلوش عليا باللايكات لانهم هما اللي كيرفعوا الفيديو. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.